السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الفاضلين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد. أهل الحل والعقد فكرة إسلامية ابتكارية لترشيد السلطة السياسية من خلال آلية اختيار الإمام أو الخليفة، لكن ثمة من يقول إن هذه المؤسسة لم تنل حظها الكافي من الممارسة بسبب ظهور الحاكم المتغلب الذي تحول بنفسه إلى مصدر للشرعية السياسية. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مفهوم أهل الحل والعقد من حيث معناه الاصطلاحي وظروف نشأته التاريخية والغاية التي ظهر من أجلها، كما نبحث مع ضيفنا إمكانية تطبيق هذا المفهوم في وقتنا الراهن وسبل إخراجه من إطاره النظري إلى التطبيق العملي. تفاصيل هذا اللقاء تأتيكم بعد هنيها. أرحب من خلالكم بضيف الحلقة الكريم عبر سكايب من تونس العاصمة، الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا بك وبكل القائمين على هذه القناة ولجميع المتابعين والمتابعات لهذه الحلقة. حياكم الله دكتور نور. دكتور نور الدين، بداية نريد أن نعرف منك المعنى أهل الحل والعقد بدلالته الاصطلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أولا أشكركم على اختيار هذا الموضوع لأمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق بسياقه التاريخي والواقعي، والأمر الثاني يتعلق بإشكالية هذا المصطلح. أما بالنسبة إلى سياقه التاريخي والعصري، فهذا المصطلح مر بفترة تاريخية استبعدت فيها الأمة الإسلامية واستبعدت فيها الشعوب إرادتهم واختياراتهم، وانحرف هذا المصطلح وأفرغ من محتواه العلمي العملي الحقوقي. وسياق ثاني هو سياق معاصر يتعلق بمرحلتنا الراهنة التي شهدت حراكا شعبيا سياسيا فيما يعرف بمسار الثورة العربية والإصلاحات الكبرى. أما بالنسبة للإشكالية، فإن الإشكالية شطر المعرفة كما يقولون، والإمام القرافي يتحدث عن الإشكال ويقول بأن الإشكال علم في ذاته وتوفيق من الله تعالى. وإشكالية هذا المصطلح هي على النحو الآتي: إلى أي مدى يمكن أن ننسب ونناسب بين هذا المصطلح في وضعه التاريخي المعرفي وبين وضعه في حراكنا المعاصر وفي عملنا السياسي وفضائنا السياسي الذي يعرف بأنه فضاء علمي مؤسسي يتأسس على أطر ونظم ومقولات وتفاعلات وغير ذلك. فإلى أي مدى يمكن أن نحقق هذا التناسب بين هذا المصطلح في وضعه التاريخي التدويني العلمي وكونه مصطلحا في مسار عملي سياسي بعلاقات دولية وأداء وطني وغير ذلك. أما بالنسبة إلى سؤالك الذي ذكرت فيه المصطلح، هذا المصطلح مصطلح أهل الحل والعقد هو مصطلح علمي تاريخي اجتهادي. علمي بمعنى أنه ورد في المدونة العلمية في السياسة الشرعية على وجه التحديد وفي أصول الفقه على وجه التحديد كذلك، وهو مصطلح جاء في علم السياسة الشرعية من جهة تعلقه بالسلطة الحاكمة. فأهل الحل والعقد هم هيئة لها علاقة بالسلطة، وسنتحدث عن هذه العلاقة. أما كون هذا المصطلح مصطلحا علميا فهو كذلك جاء في أصول الفقه فيما يعرف بالمجتهدين والمجمعين، وهم أهل الحل والعقد في المجال الاجتهادي، ولذلك سموا بالمجتهدين أو المجمعين الذين يجتهدون في الشريعة الإسلامية وفي الأحكام الشرعية. فهو من الناحية العلمية ورد في فقه
نعم دكتور، أرجو أن يكون الصوت التواصل مع الدكتور متاحا. يعني تحدثت عن أن له اشتقاقا علميا مصطلح أهل الحل والعقد، وأنه ورد في مدونات أصول الفقه العلمية، وإن كان حديثنا طبعا يعني سيتركز في جزء كبير منه على مدلولاته السياسية، لكن بما أن الصوت قد رجع أترك لك المجال لكي تكمل. فقط أكمل بمعنى أنه تاريخي، بمعنى أنه ورد في التاريخ العلمي وفي التاريخ التطبيقي للمسلمين على المستوى السياسي، وهذا الذي يعنينا في هذه الحلقة، وعلى المستوى الأصولي الاجتهادي الذي هو في ارتباط بالجانب السياسي. وذكرت هذا فقط من باب نشأة هذا المصطلح وجريانه على ألسنة العلماء فيما يتعلق بالسلطة وفيما يتعلق بالعلم والاجتهاد. وبالنسبة إلى كون هذا المصطلح مصطلحا اجتهاديا، بمعنى أنه ليس توقيفيا، لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة بهذا اللفظ، وإنما ورد على ألسنة العلماء في سياق الاصطلاح العلمي والاستعمال والتداول. أما بالنسبة إلى هذا المصطلح فهو كما قلت لكم مصطلح يقصد به هيئة في الدولة وظيفتها أنها في علاقة بالسلطة أو بالطبقة الحاكمة أو بالسلطان أو الحاكم أو الملك أو الرئيس، فهي هيئة معنية باختيار الحاكم أو الهيئة الحاكمة أو الرئيس بحسب مستويات الحكم عبر التاريخ. فهي إذن هيئة اختار الحكام، وهي بمستويات كثيرة في الحقيقة. هل هي هيئة شرعية أم غير شرعية؟ بمعنى هل هي هيئة تستمد طبيعتها وممارستها من الأمة ومن قرار الأمة وإرادة الأمة، أم أنها تستمد طبيعتها وصلاحيتها من السلطة نفسها؟ وهذا أمر متفاوت فيه بحسب السياق التاريخي وطول الزمن وطول الممارسة وبحسب الأوضاع المختلفة. فالمهم في إجمال وإطلاق أقول بأن هذه الهيئة من الناحية السياسية هي الهيئة التي لها علاقة بالسلطة في اختيارها في تعديلها في عزلها، ولكن هذا متفاوت فيه، ولابد لنا من الناحية المنهجية أن نلتفت إلى هذا الجانب التاريخي في كثرته في تعدده في اختلافه حتى يكون الحكم من الناحية المنهجية حكما موضوعيا. ولكن عموما أقول هذه الهيئة هي هيئة لها دور ورسالة ومسؤولية في اختيار الحاكم ومحاسبته ومراقبته، وقد تكون بمستوى عال من حيث احترام إرادة الأمة تعيينا وعزلا، وقد تكون بمستوى دون ذلك من حيث كونها في علاقة بالسلطة أو بالحاكم، وكما جاء في التاريخ بهذه المستويات كلها. طيب سنبحث هذا الأمر وعلاقتها بالسلطة بعد الفاصل، يعني في المحور الثاني بشيء من التفصيل، لكن حتى نفهم أكثر هذا المصطلح بدلالته والغاية التي أنشئ من أجلها، نريد منك دكتور لو تفضلت أن تضعنا في السياق السياسي والشرعي الذي نشأت في كنفه هذه المؤسسة أو هذا المفهوم. السياق التاريخي هو بداية من الخلافة الراشدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان الخليفة الأول، وكان ذلك بمبايعة الصحابة، والمبايعة هي حل وعقد، هي إنشاء لهذه الخلافة واتفاق عليها فيما يتعلق بشخص أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتواصلت بعد ذلك مع خلافة عمر وكذلك مع خلافة عثمان وهكذا إلى وفاة الصحابة وانتهاء زمن الراشد وانطلاقا من صيغ أخرى وتجارب أخرى وممارسات أخرى في التعيين وفي الاختيار. ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا المصطلح يعني يتبلور على المستوى الاصطلاحي، ولكن في الحقيقة لا نعرف بالضبط متى نشأ هذا المصطلح. يقال إن أول من أنشأه أو استعمله هو الباقلاني المتكلم الأصولي المتوفى سنة 403، وبعده جاء الماوردي في الأحكام السلطانية، وكذلك أبو يعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية كذلك، وهما متعاصران، أحدهما توفي سنة 450 الماوردي، والثاني أبو يعلى الحنبلي توفي سنة 458 للهجرة.
فاستعملا هذا المصطلح في كلامهما وما تركاه من تراث وكلام منسوب إليهما. ثم بدأ ذلك المصطلح يستعمل عبر التاريخ ويستصحب إلى أن وصل إلينا في عصرنا الحالي، وهو موضع جدل الآن ونقاش إلى أي مدى يمكن لهذا المصطلح السياسي أن يستدعى في طبيعة الدولة الحديثة والسياسة المعاصرة. ونحن نتحدث اليوم عن دولة بخصوصية وبسياق وبوضع ليست هي الدولة بمستواها الأول من حيث التعقيد والعلاقة الدولية وطبيعة المواطنين ومن حيث تعدد المرجعيات، من حيث طبيعة الدولة المعاصرة الآن. فهذا تقريبا في عجالة نشأة هذا المصطلح منذ الباقلاني أو قبله. لابد لنا من بحث تحقيقي تاريخي، وهذا ينسب أو يكلف به طلاب العلم والباحثون المحققون حتى يستقروا، حتى يتوقفوا ويتابعوا هذا المصطلح في نشأته وتطوره ووضعه الآن. وهذا يدرس في إطار نشأة الأفكار وتطورها، وكذلك نشأة المصطلحات والمفاهيم وتطورها. هذا كله مهم من الناحية التاريخية ومن الناحية أيضا البيبليوغرافية بمعنى المكتبية، ومن ناحية المصطلح والتداول. ولكن هذا المصطلح في الأحوال كلها ليس مصطلحا تعبديا توقيفيا، لم يرد به النص يعني بهذا اللفظ، وأيضا لم يرد به النص من حيث الصيغة والهيئة من حيث الإجرائية. فهذا المصطلح هو معقول المعنى، يتغير بتغير الزمان والمكان والحال في المصطلح نفسه، في إجراءاته، تطبيقاته، في تطويره، في الاجتهاد فيه. فهو مصطلح اجتهادي تقديري مصلحي، لكل بلد رؤيتهم في التعامل مع هذا المصطلح. المهم أن يركز على المعنى، ومعنى أهل الحل والعقد هو معنى الاختيار الطوعي الإرادي الذي يعبر عن إرادة الأمة وعن العدالة والأمانة والكفاءة والاستقلالية، كما هو في معرفة هذه الهيئة من حيث صفاتها، دورها، علاقتها بالسلطة، ومن حيث طبيعة الأمة، ومن حيث طبيعة الحكم في الإسلام. الحكم في الإسلام حكم تعاقدي رضائي، ليس فيه غلبة أو تغلب، وإنما فيه الغلبة للأمة، فيه الغلبة لإرادة الأمة ولإرادة الشعب. طيب، في الدولة الإسلامية من الناحية العملية تاريخيا، من هم أهل الحل والعقد؟ وما إلى أي مدى حققت هذه المؤسسة الغاية التي أوجدت من أجلها إذا صح التعبير؟ أولا، تحقيق هذه الهيئة لأهدافها من ناحية تاريخية هذا أمر متفاوت فيه، وموضع بحث وتحقيق واستنتاج، وهو بمستوى الجغرافية الإسلامية في أقطارها وفي تاريخها وفي تعدد نظمها ومقارباتها. هذا أولا. ثانيا، المأمول من هذا المصطلح هو مأمول مبني على معناه المعقول، ومعناه المعقول هو الاختيار الذي يعبر عن إرادة الأمة كما قلت، وطبيعة الحكم. وطبيعة الحكم أن الحكم في الإسلام حكم تعاقدي رضائي يقوم على إقامة الشيء بما يصلحه وفي سياقه، ويقوم كذلك على احترام إرادة المواطنين والمواطنات، وعلى احترام الأعراف والخصوصية، وعلى الالتزام بالشرعية الإسلامية والشرعية الشعبية. ونحن عندنا شرعيتان في الإسلام بالحقيقة: شرعية إسلامية بمعنى المرجعية الإسلامية في نصوصها وأصولها وآفاقها الحضارية وإسهامها الإنساني، وعندنا شرعية أخرى تتعلق بالشعب والأمة وهي الشرعية الشعبية. فلا سياسة شرعية بدون شرعية سياسية، وهذا الحكم الإسلامي بهاتين الشرعيتين كالطائر بجناحين: جناح الشرعية الدينية بمعنى المرجعية الإسلامية بأصولها ونصوصها وأفاقها الحضارية وإنجازها الإنساني، والجناح الثاني الشرعية الشعبية، شرعية الأمة، اختيار المجموع سياسيا ومحاسبة الحكام ومراقبتهم وعزلهم والخروج عليهم إنهم شذوا عن الحق والعدل، وإنهم وقعوا في أحضان على خلاف الإسلام وعلى خلاف الوطنية مثلا بالنسبة للدول الوطنية، وعلى خلاف التعاقد السياسي، وفوتوا الثروة وبددوا الأموال وعذبوا الناس وكمموا الأفواه. هؤلاء ليسوا حكاما، هؤلاء مفسدون في الأرض، لأنهم أفسدوا بانتهاك الأعراض
وتبديد الثروات، وبفرض الأمر الواقع التسلطي التغلبي الذي ليس من الإسلام في شيء. فهذا بالنسبة إلى المأمول من أهل الحلي والعقد. نعم. من هم؟ من هم؟ إذا أحببت نجيب عن هذا السؤال أو بعد يعني قليل. هذا مرتبط بما كنت أيضا سأسألك عنه. طبعا يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور نور الدين، يعني ثمت بين أهل العلم اختلاف في تحديد ماهية أهل الحل والعقد، فبينما ذهب ابن تيمية إلى القول بأنهم أهل الشوكة، ذهب فريق آخر من العلماء كالإمام النووي وأبي يعلى الحنبلي وكذلك الماوردي في الأحكام السلطانية، ذهب إلى أن هم العلماء والوجهاء والرؤساء. أريد أن أسألك عن سبب الاختلاف في تحديد ماهية أهل الحل والعقد، وكيف يمكن أن تعلق على هذا؟ أولا، هذه التعريفات للعلماء هي تمثل هؤلاء لأهل الحل والعقد، والتمثل هو تمثل اعتباري ذاتي نسبي سياقي، ليس بالضرورة يعكس الماهية والحقيقة في جريانها المجرد وسيرورتها التاريخية. ونحن معنيون بأن نتابع التعريفات والمصطلحات بحسب كونها تمثل لأصحابها، وليست تعبر بالضرورة عن الماهية في استمرارها وفي تعلقها بزماننا. هذا أولا. ثانيا، تعريفاتهم التي أوردوها هي فيها بعض التعريفات التي تقارب المعنى، بمعنى أنها تقارب المعنى الذي لأجله قررت هذه الهيئة. فقالوا مثلا الشوكة، والشوكة المقصود بالشوكة أصحاب القوة والسلطة، بمعنى مثلا السلطة الشعبية أصحاب الشوكة، وابن خلدون يقول العصبية، وابن تيم يقول الشوكة. وفي فهم الشوكة أو العصبية يمكن أن نتحدث عن السلطة الشعبية، قوة شعبية، قوة أغلبية شعبية، أو أغلبية مواطنين، أو أغلبية رأي وأغلبية موقف، هم الذين يكون لهم الدور في اختيار الحاكم، في ترشيحه، في انتخابه، وكذلك في مراقبته ومحاسبته وعزله والخروج عليه. فعبارة الشوكة والعصبية لها ظلالها على مستوى الإرادة العامة بمستوى معين بحسب التعامل مع هذه الكلمة تاريخيا، وبحسب ما يقصد أصحابها من وضعوها، وبحسب تفاعلنا نحن كذلك معها. والذين عرفوا أهل الحلي والعقد بأنهم العلماء والرؤساء والوجهاء، هذه الكلمات الثلاث اطلعت على بعض الباحثين، على بعض البحوث لبعض الباحثين المميزين في عصرنا الحالي، فقالوا إن هذه الكلمات الثلاث يقصد بها مجموع الشعب ومجموع النخبة والسلطة في اختيار الحاكم. قالوا العلماء هم السلطة العلمية، السلطة العلمية هي سلطة علمية شرعية وسلطة علمية قانونية ودستورية، وفي علم السياسة وفي علم الإدارة وفي علم الاقتصاد، هذه سلطة علمية وهي المجتمع العلمي الأكاديمي، لهم دورهم في تحديد الحاكم وفي تحديد وسائل اختياره مثلا بالنسبة إلى الانتخابات والاستفتاءات، وبالنسبة أيضا إلى محاسبته، فيه إجراءات محاسبة وفيه قوانين محاسبة يضعها القانونيون والدستوريون والسياسيون. أما بالنسبة للمصطلح الثاني وهو مصطلح السياسيون أو الرؤساء، يقصد به السلطة السياسية، مجموع الأحزاب السياسية والمنظمات الحزبية والقوانين الحزبية وكل الهيئات التي لها علاقة بالعمل الحزبي السياسي أو بالمجتمع الحزبي السياسي. وبالنسبة للمصطلح الثالث وهم الوجهاء، يقصد بالوجهاء هم المجتمع المدني، يعني هم مثلا رجال المال والأعمال وزعماء القبائل ورؤساء المنظمات، وكذلك المنظمات والجمعيات ومجموع القبائل. يعني القضية مش قضية رؤساء، رؤساء هم بمعنى النيابة وبمعنى الوكالة، وليس بمعنى أن ينفردوا بالرأي ولا يعودون إلى منظوريهم أو إلى مجموع من يمثلونهم، لا يعودون إليهم بالاستشارة وبالنقاش والحوار. فسواء قلنا بأن التعريف كما قيل هو أن أهل الحل والعقد هم الرؤساء والعلماء والوجهاء، إذا قلنا بهذا فهذا يستوعب الطريقة الحديثة في الجمع بين مكونات الدولة من سياسيين وعلماء ومجتمع مدني ورجال أعمال وأموال كما قلنا، وفنانين ومثقفين ورياضيين وخطباء وغير ذلك ممن هم يمثلون هذه الدولة بهذه التركيبة والمكونات. وإذا قلنا بأنهم أهل الشوكة بمعنى أهل القوة، وأهل القوة هم القوة العلمية مثلا أو القوة
القبلية المجتمعية إذا جرى العرف بذلك وكان في إطار العدالة وفي إطار الأمانة وليس في إطار الاستبدادي والانفرادي والفسادي والإفساد. فهذه التعريفات إذن تحمل على سياقاتها التاريخية، ولنا أن نأخذ منها ونطورها فيما يستجيب لعصرنا الحالي من جهة الحكم في مؤسساته وفي هيئاته. وعندنا الآن هيئات ومؤسسات، مثلا الهيئة الدستورية، عندنا الهيئة القضائية، عندنا الهيئة التشريعية، عندنا الهيئة الشعبية العامة، الروابط المدنية والجمعيات الأهلية، وعندنا أيضا الرأي العام اللي هو الإعلام وسلطة الإعلام، وعندنا سلطات أخرى أو حكومات أخرى، حكومات مصغرة يعني في الولايات مثلا بالنسبة إلى الأقطار الكبيرة، أو البلديات والمحليات بالنسبة إلى الحكم المحلي والحكم الجهوي والإقليمي أو القطاعي الذي ينسجم مع السلطة المركزية والحكم المركزي في إطار وحدة دولة بعدالة وبأمانة وبتعاقد وتراض وليس بتغلب وانفراد. نعم، بعد قليل نحن معنيون بسؤالك دكتور نور الدين عن بيان العلاقة بين أهل الحل والعقد وبين السلطة، وعن تمييز هذه العلاقة في حالة أهل الحل والعقد وفي حالة أهل الشورى. وقفة قصيرة تتبعه عودة لاستئناف الحديث. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن أهل الحل والعقد وتطبيقاتها السياسية في وقتنا الراهن. وفي هذه الحلقة الحديث دائما مع دكتور نور الدين الخادمي، أستاذ الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة. نجدد ترحيب بكم دكتور. مرحبا بك. مسألة السلطة وتشكيلها ومراقبتها حقيقة شغلت البشرية على امتداد العصور والدهور وأنهكت العقود الإنسانية حقيقة. في هذا السياق دكتور، نريد منك أن تبين لنا العلاقة بين مؤسسة أهل الحل والعقد والسلطة، أو بكلمات أخرى دور هذه المؤسسة الإسلامية في صوغ شكل السلطة وتأسيس السلطة في الدولة الإسلامية. الشورى وأهل الحل والعقد بينهما أو كلاهما أصل وفرع. الأصل هو الشورى والفرع هو الحل والعقد، بمعنى أن الشورى هي المداولة العامة في الرأي في الموقع والمصلحة وفي كل ما هو موضع شورى وتداول. والله سبحانه وتعالى ذكر الشورى في القرآن الكريم بآيتين جليلتين كلاهما إلزام وإرشاد وأمر. الموضع الأول قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وهذا فيه إنشاء إلزامي وهو وصف إلزامي كما جاء ذلك في علم اللغة وفي تفسير القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى وصف المسلمين بأنهم يتشاورون في أمرهم. والآية الثانية قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، ومن وراء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتبعونه في هذه السنة الشورية التداولية أنهم لابد أن يلتزموا بالشورى وأن يلزموا بها، والشورى ملزمة وليست معلمة إلا إذا كان في مواضع قليلة كالهيئة الاستشارية غير الملزمة إذا جرى بها عرف أو نص عليه قانون برضائية عامة فهذا أمر آخر. أما الأصل في الشورى أنها ملزمة لكون الله سبحانه وتعالى ألزم بها وشاور في الأمر، إلزام للنبي صلى الله عليه وسلم وإلزام لمن بعده باعتبار ذلك أمرا إلهيا وسنة نبوية، هي سنة الشورى إذا أمكن أن نصطلح عليها بهذا الاصطلاح. وفي كلا الآيتين وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. لكن ثمة من يقول دكتور نور الدين في كلمة الأمر، ثمة من قد يعترض على كلامك ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقاته العملية لم تلزمه الشورى، يعني إنما استعملها على سبيل الإعلام وليس الإلزام. لا، هذا هل فيه حجة هذا الكلام؟
نحن نتحدث عن الشورى هنا في المعنى الذي يقبل التداول للتقدير المصلحي وللرأي والحكمة وبيان ما هو أولى، وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع الصحابة وأخذ برأيهم أو لم يأخذ برأيهم، ليس معنى ذلك أنها معلمة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بما هو الأصلح فيما يتعلق بالاجتهاد، أما فيما يتعلق بالتشريع فهو مبلغ عن الله تعالى، والأمر ليس فيه شورى بمعنى التداول فيه من جهة التعقيب والتغيير والتطوير، وإنما فيه المشاورة من جهة التلقي والاستيعاب والفهم وغير ذلك. على كل الرأي العام في حكم الشورى أنها ملزمة، إلا إذا جرت في إلا إذا كان أمر يتعلق مثل ما قلت بعرف، أو مثلا واحد يستشير شخص في خطيب يخطب ابنته يستشيره يقول له أزوجها أو لا أزوجها، فهذا يكون معلما وقد يلزمه بناء على المصلحة، أو في مجلة فيها هيئة استشارية يستشيرون علماء ومفكرين وكتابا في مقالات هذه المجلة، فرأيهم هنا ليس ملزما لأن صاحب السلطة الخاصة هنا صاحب المجلة قرر أن يكون له مستشارون متطوعون لا تلزمه هذه الشورى ونتائجها. ولكن الشورى في التعاقد بين الحاكم والمحكوم هذا تعاقد على أساس الواجب والحق، وليس تعاقدا اختياريا أو تعاقدا استحبابيا، لا، فيه حقوق وفيه واجبات، ومن الحقوق حق الشعب في أن يستشار، وحق السلطة أن تطاع بناء على هذه الاستشارة الجماعية الطوعية. واجب السلطة أن تؤدي عملها وأن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، وواجب الشعب أن ينتظم ضمن هذه الدولة، فالعلاقة علاقة تعاقدية إلزامية، وهذا فرع لقضية الشورى من جهة أنها ملزمة وليست معلمة. طيب دكتور نور الدين، يعني معذرة على المقاطعة، يعني في العلاقة بين أهل الحل والعقد والشورى بالضرورة أن يكون كل فرد من أهل الحل والعقد هو من أهل الشورى، لكن ليس العكس ضروريا، بمعنى أن ليس كل واحد من أهل الشورى بالضرورة أن يكون من أهل الحل والعقد في مسألة هو هذا مستوى للمقارنة، هذا مستوى نعم. ثاني للمقارنة، واضح دكتور، لكن المستوى الأول الذي قصدت أن أقوله واسترسلته في الآيتين تأصيلا لهذه القضية، المستوى الأول هو أن الشورى هي التداول في كل شيء، نعم. وأهل الحل والعقد هو تداول في المجال السياسي في العلاقة بالسلطة. في هذه النقطة بالذات في مسألة أهل الحل والعقد نريد أن نتبين منك دكتور الدور المركزي الذي تؤديه هذه المؤسسة من خلال الهدف الذي أنشئت من أجله في تكوين السلطة ومراقبتها وإعطائها الشرعية اللازمة، لأن عندما تحدث ابن خلدون عن العصبية وعندما تحدث ابن تيمية عن قضية أهل الشوكة وجدوا أن قضية أهل الحل والعقد عامل حاسم ومركزي في تقرير شكل السلطة أو في اختيار الحاكم. إلى أي مدى هذا الأمر؟ لأن هذا مرتبط ربما باختلاف بقية العلماء في تحديد ماهية أهل الحل والعقد، عندما يقول أبو يعلى الحنبلي بأنها من العلماء والرؤساء والوجهاء، هذا لا يفيد بالضرورة بأنها يعني من أهل الشوكة وبأنها ملزمة وبأنها تكسب الحاكم القوة السياسية اللازمة، بينما عندما يقول ابن تيمية ويقول ابن خلدون بأنها عصبية وبأنها شوكة، بمعنى هذا يترتب اختلاف في تحديد ماهية أهل الحل والعقد في تحديد في اختيار الإمام وتحديد ماهية السلطة، ما دور هذه المؤسسة برأيك؟ ولذلك قلت بأن دور هذه المؤسسة هو دور بأدوار، يعني دور الاختيار بناء على الكفاءة والأمانة وعلى التعاقد وإلى آخره، وأيضا بناء أيضا اختيار لوضع الانتظام واستقرار الدولة واستقرار المصالح العامة والمرافق العامة. فلذلك جاءت التعريفات متفاوتة، بعض هذه التعريفات التفتت إلى بيان الجهة التي تكون هي أهل حل وعقد اللي هما العلماء والوجهاء والرؤساء وأهل الشوكة، وبعضهم التفت إلى هذا التعريف باعتبار الأثر المترتب على هذا الاختيار، وهو أن يستقر النظام وأن تنتظم الدولة، ولذلك عبروا بالقوة أو السلطة بمعنى أن يكون هنالك انتظام، لكن ليس الانتظام وحده فقط وإن كان انتظاما استبداديا مثلا أو ظالما، وليس فقط وجهاء من غير انتظام، فأهل الحل والعقد هم هيئة بتجددها كما قلنا في العصر الحديث، هي هيئة نواب عن الأمة، نواب عن الشعب،
هيئات كثيرة، يعني هيئة دستورية، هيئة تشريعية بحسب الأنظمة السياسية، كأن الأمة كلها تعين الحاكم هنا، لكن يتعذر أن كل واحد يدلي برأيه مع الحاكم، ولذلك التجئ إلى النيابة والتمثيلية كما هو معروف الآن في البرلمانات الحديثة والهيئات التعديلية والدستورية والقضائية، مجموع ذلك بحسب القوانين المحلية وبحسب السياقات المتبعة أو بحسب الإجراءات المتبعة في سياقات مختلفة، فهذا هو المجموع كله. فالفكرة كلها فكرة الأمة، والأمة أو عندما نقول الأمة المقصود بالأمة هنا الأمة الإسلامية، إذا كان فيها أمة إسلامية منتظمة بنظام سياسي واحد، لكن الآن لا نعيش أمة إسلامية بانتظام سياسي، نعيش أمة إسلامية الآن بالشعور والمشاعر والأركان الإسلامية وبكثير من الأحكام الإسلامية والثقافة والتعارف والقيم والنظم، ولكن النظام السياسي الآن نظام متعدد، فيه دول إسلامية كل دولة لها نظامها السياسي، نظام رئاسي، نظام برلماني، نظام ملكي إلى آخره. فهذه الأمة إذن هي في هذه الدول، فنتحدث الآن عن سلطة شعب ولا نتحدث عن سلطة الأمة، لأن كل شعب في دولة عنده سلطة وعنده قوته التنفيذية والتشريعية والتعديلية. فإذن حديثي في هذه الهيئة، هي أساس هذه الهيئة إرادة الشعب، إرادة الأمة، الإرادة العامة، هذا أساس هذه الهيئة. ثم أساس هذه الهيئة هو أن يعبر عن هذه الإرادة تعبيرا سياسيا، تعبيرا حكوميا، تعبيرا تشريعيا، بمعنى أن يكون هنالك تشريع، قانون أو قوانين تعبر عن إرادة الأمة، فلا يشرع ما يخالف إرادة الأمة، وأن يعبر عن إرادة الأمة في المجال الثقافي وفي المجال الفني وفي المجال التعليمي وفي المجال الاقتصادي والتنموي، مع الانفتاح على العالم ومع تقدير ذلك أيضا في سياقاته. هذا المقصود بالهيئة، هذه الهيئة الترجيحية والتعديلية أو التي تعين الحاكم، هذه كلها مصطلحات وجاء بها التاريخ وتستعمل الآن في الأدبيات السياسية وفي الأدبيات العلمية. الفكرة الأساسية لهذه الهيئة كما ينبغي أن تكون عليه، بصرف النظر عن التقييم التاريخي، هذه الهيئة هي هيئة الأمة، هي هيئة تنوب عن الأمة، تنوب عن الشعب، تمثل الإرادة العامة في اختيار الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم والخروج عليهم أو طاعتهم واتباع سياستهم إنهم عدلوا ولم يظلموا وكانوا في مستوى هذا التعاقد مع الأمة. نعم دكتور نور الدين، بعد قليل سنبحث معك كيفية تفعيل هذه المؤسسة، مؤسسة أهل الحل والعقد، بصورتها الصافية التي ظهرت فيها في مستهل في صدر الإسلام، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل أخير. أهلا بكم في هذا الجزء الأخير دكتور نور الدين. كيف يمكن تفعيل مؤسسة أهل الحل والعقد في ظروفنا الراهنة، بحيث تعبر عن إرادة المجتمع وبحيث تحقق الغاية التي أنشئت من أجلها، وهي اختيار الحاكم الرشيد الذي يسوس الناس وفق مصالح الشريعة أو وفق غايات الشريعة؟ هذا سؤال الجوهري، هو في غاية الروعة، وهو الثمرة المرجوة في تعاملنا مع هذا المصطلح العلمي التاريخي في قضايا الدولة المعاصرة وإرادة الشعوب المتحررة. فبالنسبة إلى هذا المصطلح كيف نفعله الآن؟ هذا التفعيل في الحقيقة هو أولاً لابد أن يكون هنالك طرح لإشكاليات كثيرة،
ومدخلات كثيرة في كيفية تطوير هذا المصطلح والإفادة به في قضايا في الدولة المعاصرة. أول شيء لابد أن نؤسس الوعي بنظرية الحكم في الإسلام، وأن هذه النظرية هي نظرية تعاقد رضائي تشاوري تشاركي بين الحكام والشعب، وليس نظاما استبداديا أو تغلبيا أو انقلابيا، لأن فكرة التغلب بالمعنى الذي يكرس سياسة حاكم على حساب إرادة الشعوب، وإن استعملت نصوص في ذلك أو أقوال في ذلك، فإن التغلب ليس له أي سند أو حجة في الشرع الإسلامي في أصوله وفي مقاصده وفي جوهر رسالته. وعندما تحدثت عن الشورى قلت بأن الشورى أعم من أهل حل العقد، وهي أساس التعايش والتعامل وأساس المسلمين وأساس حياة المسلمين. الشورى تبدأ من فطام الصغير كما جاء في قوله تعالى عن الزوجين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني التشاور في فطام الصغير في مسألة جزئية عائلية خاصة، وينتهي التشاور بالدولة بنهايات الوضع المعاشي في أعلى القمة في الدولة والسلطات والبرلمانات والهيئات التنفيذية، ومرورا بالشورى الشعبية الاجتماعية العلمية الزراعية الثقافية. فهذه الشورى هي حقيقة الأمة، وهي وعاء عيشها وحراكها، والله سبحانه وتعالى أرادنا أن نعمر الزمان بهذا التداول. والشورى هي التداول على المواقف والآراء والخيارات، وهي التداول على المواقع والمناصب والوظائف العليا والدنيا، وهي كذلك تداول على المصالح والمنافع، وليس الأمر هكذا أبديا مستداما يتعلق بشخص واحد يعمر 40 سنة و50 سنة. لم يقل بهذا أحد من العلماء العاقلين الذين يعرفون حقيقة السياسة في الإسلام وحقيقة الإنسانية وطبيعة الدولة. بصرف النظر عن بعض المواقف التي قيلت في التغلب، لا أدري لماذا قيلت، لأن التشخيص في هذا يأخذ أحاديثا طويلا، ونحن ربما نعود إلى هذا في مرحلة أخرى لنبين الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس يتحدثون عن النظرية التغلبية بمعنى النظرية الانقلابية التسلطية القهرية التي تسلب فيها إرادة الشعب وتضيع بها الثروة ويضطرب بها المقام. بالنسبة بالإضافة إلى بناء الوعي بأن السياسة والحكم والدولة إنما هي تعاقد والتشاور والتعاون على البر والتقوى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يعصينك في معروف. الأمر الثاني هو الفعل، بناء الفعل. الفعل هنا بمعنى الفعل القانوني والدستوري والفعل العلمي التربوي والفعل الثقافي والفني والفعل الشعبي المدني النقابي القطاعي. كل الفعل البشري في الدولة وفي مسرح الأوطان وفي المجتمعات المدنية، كل هذا الفعل إنما يؤسس لحاضنة شعبية عامة لتعاقد حقيقي بين الحاكم والشعب. وهذا بطبيعة الحال يأخذ منا مسارات ومقتضيات. عندما أقول الفعل القانوني لابد من وضع تشريعات قانونية تضمن العدالة، تضمن الكفاءة، تضمن الشفافية، وتحول دون الاستبداد والانفراد. كذلك عندما أقول فعل مدني بمعنى أن يكون الشعب بهيئاته المختلفة صمام أمان ضد أي تغول في السلطة أو استبداد من حاكم، مهما كانت قدرات هذا الحاكم ومهما كانت تفسيراته وضرائعه ومهما كان نسبه أو كان وضعه الاجتماعي أو العلمي أو المالي، فالحاكم الفرد إنما هو بشر غير معصوم، ولا يمكنه أن يوفق في إدارة شأن عام برأي انفرادي. الله تعالى يصف هؤلاء يقول: وخاب كل جبار عنيد، وتوعد فرعون ما توعده به، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذه قصة قرآنية العبرة بعمومها، وعمومها هو عدم الانفراد بالرأي، لأن الموضوع واحد. فأي إنسان أخذ حكما بانفراد كفرعون فهو في حكم فرعون،
فالقصة بعمومها وليس بسببها الذي نزلت فيه أو به. الأمر الثالث هو أن تحقيق هذا الأمر هو في الحقيقة أحيانا أيلولة شعبية، بمعنى أن سنن التاريخ لا يمكنها أن تتوقف، والشعوب التي ثارت منذ 10 سنوات في بعض الأقطار العربية والإسلامية إنما ثارت لأنها أدركت أن الوضع السياسي وطبيعة الحكام والنظم الحاكمة كانت بكارثة على جميع المستويات، ولذلك ثارت، وثارت من تلقاء نفسها. لم يكن هنالك من دعاها إلى هذه الثورة أو أطر هذه الثورة، وكما قيل هذا في تحليل المحللين، فقد انتفض الشعب تلقائيا. ما معنى تلقائيا؟ تلقائيا معنى ليس هنالك من دعاهم إلى هذه الثورة، ولكن هنالك إطار عام جعلهم يثورون، وهو المراكمة التاريخية والأوضاع المعيشية وانسداد الأفق جعلهم يثورون. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى، وهكذا إرادة الشعوب. إرادة الشعوب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا آخر ما ذكرت في حديث تلفزي قبل أيام قلت لن يفلح قوم ولوا أمورهم طاغية، وهذا أمر واضح من الناحية التاريخية على مستوى السنن الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وواضح على مستوى كذلك مما ذكرت على مستوى البناء الفعلي وبناء الوعي. واليوم الأمة كلها والعالم كله، العالم كله ليس فقط في عالم المسلمين، كل العالم الآن ضد الدكتاتوريات وضد الشعبويات وضد النزعات العنصرية التي إن بقيت تعمل فهي ستؤدي بالعالم إلى كارثة إنسانية، لأن الشعبوية والطائفية والعنصرية والاستبدادية والاحتلالية هذه كلها ضروب شر ومداخل خراب أو الخراب نفسه، ولذلك لابد من اليقظة. وشعوب اليوم تتحرر، وعصرنا الحالي إن شاء الله تعالى هو عصر تحرير الشعوب في العالم الإسلامي وفي العالم غير الإسلامي، لأن التحرر صفة إنسانية وحق إنساني. لذلك نحن معنيون اليوم، وأختم بهذا، معنيون اليوم بأن نواكب هذا الحراك العلمي الفعلي على مستوى الوعي، على مستوى تعزيز القدرات الشعبية والبرلمانية والمدنية والإعلامية، من أجل أن نؤسس لهيئات حل وعقد تعبر عن نبض الشارع وعن ضمير الأمة وإرادة الشعب، ولا تعبر عن نزوة حاكم مستبد. وإن استندت هذه التبريرات والتسويغات، إن استندت إلى نص شرعي بظاهره أو إلى حدث تاريخي على عواهنه أو إلى نزوة أو إلى شهوة، فكل هذا مردود عليه. والعبرة بما هو مستقر في الدين نصوصا وأصولا، وفي الإنسانية فطرة وسنة، والله سبحانه وتعالى يتولانا بفضله ويجري أقداره، ونسأل الله أن نكون في أقداره بما هو إرضاء له وتحقيق لمراده. ذكرت دكتور الدين قضية مهمة جدا أشرت إليها، وهي تعيين أهل الحل والعقد بطريقة تحقق الغاية وتعبر عن نبض هذه الأمة، وهذا هو التحدي الحقيقي. وفي هذا السياق يعني أجدني مضطرا لأن أنقل سؤالا افتراضيا قد يسأل سائل بأن مسألة أهل الحل والعقد تحولت إلى مجرد نظرية منذ ظهور الحاكم المتغلب في تاريخ الإسلامي، وهو المرحلة التي أعقبت الخلافة الراشدة. التحدي هذا هو نفسه، كيف أو ما السبل المثلى لتحويل هذه النظرية، نظرية أهل الحل والعقد، إلى واقع تطبيقي عملي بأفضل طريقة إيجابية أو بأقل مطبات ممكنة؟ تسمعني دكتور؟ طيب الدكتور يبدو أن التواصل مع دكتور انقطع. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل أخير على أن نعود لمواصلة هذا الحديث بعد قليل.
أهلا بكم مشاهدين الفاضلين. قبل أن ينقطع التواصل معك دكتور نور الدين، أشرت إلى نقطة مهمة وهي عملية تعيين أهل الحل والعقد بصورة تعبر عن نبض الأمة، وهذا هو التحدي الحقيقي. في سياق هذا التحدي قد يسأل سائل، وهنا سؤال مطروح ربما، أنه بعد ظهور الحاكم المتغلب تحولت نظرية أهل الحل والعقد أو مؤسسة أهل الحل والعقد إلى يعني مجرد نظرية ليس لها مفاعيل على الأرض. السؤال هو الآن، ما السبل الكفيلة بإخراج هذه النظرية إلى واقع عملي تطبيقي بما يحقق أفضل المصالح الممكنة، أو على الأقل بما يحول دون دون حصول يعني المطبات التي يمكن أن تؤثر على مسار الدولة الإسلامية؟ سبيل تحويل هذه النظرية إلى واقع هو سبيلان. السبيل الأول الوعي بوجوب الجمع بين النظري والعملي، وهذا أمر معروف في الدين والعلم والفطرة، والله سبحانه وتعالى ينكر على بعض الناس الذين يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال بعض العلماء إن الذي يقول قولا لابد أن يكون له فيه عمل، يأمر الناس بالصالح لابد أن يكون صالحا. وتأملت في هذه الآية الكريمة فوجدتها بمعنى آخر ينضاف إلى المعنى الأصلي. هذا المعنى هو لما تقولون ما لا تفعلون، أي أنكم أيها المسلمون أو أيها الناس لا ينبغي أن تتكلموا بكلام لا يكون له أثر في الواقع. فالأصل أن يتكلم الناس في كلام له أثر في الواقع، بمعنى أنه يتحقق بقدر ما في الواقع. ونحن عندما نتحدث عن هذه الهيئة التعديلية الرقابية التي تعزل الحاكم أو التي تقر مشروعيته، نتحدث عن شيء نظري مستخلص من النصوص والقواعد ومن التاريخ، ولكنه لابد أن يكون موصولا بالواقع. كيف يصل بالواقع؟ هو أن نستحضر ما يكون طريقا إلى هذا الواقع ونتكلم في ضوئه، وإلا طالنا قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن كيف نحقق هذا في الواقع؟ نحققه كما قلت لكم ببناء الوعي، والوعي أساس كل شيء. ولذلك المستبدون عبر التاريخ والمحتلون الأجانب يعملون بالليل وبالنهار من أجل أن لا تكتب فرصة وعي لهذه الأمة أو لأي شعب يريد أن يتحرر. فلابد أن ندرك أن المدخل الأساس هو بناء الوعي، ونحن اليوم نبني وعيا ونؤسس وعيا في الأمة كلها، والحمد لله. طيب، في هذا العالم الرقمي الافتراضي الذي أتيحت فيه المعلومة، ودوركم في هذا، دوركم الإعلامي، هو رافد من روافد بناء الوعي في هذه القضية السياسية النوعية بامتياز. الأمر الثاني أو السبيل الثاني هو أن بناء هذه الهيئة هو أمر مراكمة عملية. ليس معنى ذلك أن الإنسان يتحدث عن نظرية أهل الحل والعقد ويأتي بها قالبا ويبدأ ينزلها هكذا بتنزيلات بالأوامر أو تنزيلات بالشعارات أو تنزيلات بالقرارات من غير أن يكون هنالك تراكم شعبي وتفاعل عام في صناعة هذه الهيئة، صناعة محلية وصناعة إقليمية ضمن علاقة الحاكم بالدولة والشعب، علاقة تعاقدية. نحن اليوم مثلا في تونس نتحدث عن الشعب كله يراقب الحاكم ويحاسب الحاكم ويعزل الحاكم. بمعنى اليوم إذا فيه وزير تجاوز صلاحياته فهو يعزل بعد ضغط شعبي بمواقع التواصل الاجتماعي أو بالاعتصامات أمام المؤسسة وأمام الوزارة، فيعزل هذا الحاكم بعد مدة وجيزة لأنه تجاوز السلطة. هذه هيئة أحسبها أن هيئة حل عقد، بمعنى أنها كان لها أثرها ودورها في تعيين الوزير أو في عزله واستبداله بوزير آخر. نعم. كذلك على مستوى القرارات أيضا تصدر قرارات وسياسات والشعب ينتفض ضدها، إما لأنها تعارض الهوية الإسلامية أو أنها تعارض طبيعة الثورة أو أنها تعارض حقا أو تفوت تنمية. طيب، فيقف الشعب بمستوياته، إما شباب أو مظاهرات أو ضغط إعلامي وتواصل اجتماعي، فتتغير هذه السياسة ويتغير هذا القرار. ولذلك أختم بهذا أقول بأن هيئة الحل أهل الحل والعقد هي أيضا ديناميكية تتطور، ليست هيئة دائمة هكذا 30 سنة وهي نفس الأشخاص ونفس الوجوه ونفس الكلام، لا لا، هي عملية ديناميكية. ممكن تكون هيئة واحدة، ممكن تكون مجموعة هيئات،
ممكن هيئه واحده وتغير اعضاؤها. دكتور نور اشرت الى نقاط مهمه، ارجو المعذره، ارجو المعذره عن ارجو المعذره عن المقاطعه لان الوقت سياسة، والسياسه نعم. انما هي موازنه واجتهاد وتقدير وليس ثباتا دائما. وضحت الفكره دكتور وضحت الفكره، يعني الوقت ادركنا، ربما لم يبقى معي الا دقيقتان او اقل. سؤالي الاخير هو المساله ربما لا تكون الهدف النهائي منها هو التعبير عن الراي والحراك السياسي الحر بدون ان يكون لذلك ثمره حقيقيه، ربما يتغير وزير لكن القضيه تبدا تبقى القضيه المهمه هي في الشكل النهائي للدوله الحاكم توجهاته. في السابق كان التصور واحدا عند المسلمين بمعنى ان الانطلاق والغايه هو الاسلام. اليوم في الدوله المسلمه هناك تصورات مختلفه، هناك علمانيون، هناك اسلاميون، هناك ربما لا دينيون، ملحدون. كيف يمكن اختيار هذه الهيئه بما يحقق الغايه التي انشئت من اجلها وهي يعني خدمه مقاصد الشريعه؟ هذا السؤال يحتاج حلقه باكملها. ذلك في إطار الإسلام ومقاصده وشريعته، معنيون بأن ندير هذا التعدد المرجعي بين علمانيين ويساريين وإسلاميين وعروبيين وغيرهم، وهم يعيشون في دولة واحدة في سقف وطني واحد وعندهم مشترك وطني وعلى أساس المواطنة. فنحن معنيون بأن ندير هذا التعدد المرجعي والحزبي والسياسي والإيديولوجي في إطار الدولة، في إطار موضوع الدولة. ما هو موضوع الدولة؟ هو فعلها المواطني العدلي التنموي الصحي التربوي مع حفظ الخصوصية وحق الإنسان في تعبيره وفي رأيه وغير ذلك. فإذا أهل الحل والعقد فرع لهذه الطبيعة، طبيعة نعم. الدولة. وعندما نتحدث عن الدولة الإسلامية الآن هي دولة إسلامية بمرجعية إسلامية ولكن أيضا بمرجعيات أخرى بأقدار عالية من التوليف والتوافق بقراءة موضوعية بأصالة باجتهاد بتقدير الآخر. فهذا باختصار لا أستطيع أن أجيب بإجمال، اكتفيت بهذا. وإن كان هذا السؤال يحتاج جوابا أعمق من هذا لوقت معتبر حتى نجلي لعلنا بين أنه ليس هنالك إشكال. الإشكال هو أما في الفهم أو في الواقع أو في ملابسات معينة. أما حقيقة الإسلام في خلوده وفي صلاحية أحكامه فهو صالح لكل زمان ومكان، ومن صلاحيته أنه يصلح لدولة بتعدد مرجعي. طيب، يعني ربما نفرد لهذا السؤال حلقة مقبلة مستقبلا إن شاء الله. أشكرك في ختام هذه الحلقة دكتور نور الدين الخادمي، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة. كما أشكركم حضراتي المشاهدين على طيب المتابعة. دمتم في حراسة الله.